السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صباح عليكم، راجعين مع بعض. أسبوع جديد، يوم جديد، وحلقة جديدة. مش بس كده، النهاردة كمان فقراتنا كلها جديدة في جديدة. النهاردة منورني شيف من الناس اللي صنعت اسمها فعلا في مجال الشيفات والمطابخ الخمس نجوم. شرفني النهارده الشيف كريم الحديدي. ازيك يا شيف كريم؟ اهلا بيك يا شيف. عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام، منورني النهارده. ربنا يخليكي، تسلمي. انا اللي برحب بيكي وبرحب بكل مشاهدينك المحترمين، ويا رب يكونوا بخير وهم بيتابعونا النهارده. يا رب، والحلقه كده تعجبكم. النهارده هنقدم لكم اطباق هتعجبكم جدا. شيف كريم الحديدي يا جماعه صغير سنا لكن كبير مهنيا، زي ما بقول لكم، حد قدر يعمل لنفسه اسم كبير في عالم الطبخ او في عالم المطابخ الخمس نجوم. والنهارده عامل لنا اطباق اروع ما يكون. انا عن نفسي مشتاقه جدا ان انا ادوقها النهارده ان شاء الله. هتعمل لنا ايه بقى يا شيفنا؟ النهارده هنعمل ثلاث اطباق مختلفين عن بعض. الطبق المين كورس اللي معايا هيبقى تشيكن رول، حلو، محشي بالخضار، وهنتكلم عنه باستفاضه واحنا شغالين. تاني طبق هيكون فارم سالاد. فارم سالاد يعني ايه بقى؟ سلطه المزارع. وسلطه المزارع. طب لما نيجي بقى عندها هنعرف ليه سميناها الاسم ده. حلو قوي. ايه التالت؟ ومعايا رقايق عامله زي السبرينج رول كده، شايفها لها. بس النهارده نعمل لها حشوه شرقي بقى كده، وهتعجبك ان شاء الله. هتحولها لشرقي. هنحولها لشرقي. بص يا شيفنا، هو اهم حاجه ان احنا لما نيجي نعمل الاطباق، ست البيت اللي بتتفرج علينا تنفذها بمنتسول. يعني انت هتاخد لنا الخمس نجوم مطابخ الخمس نجوم، ابسط حاجه. تبسطها لنا وانا معاك. ابسط يا باشا وراك على طول. يلا بينا. نبتدي اول طبق. يلا بينا. يلا بينا. اول طبق معايا هيكون التشيكن رول. هنعمله بطريقه سهله جدا وان شاء الله هيعجبكم. يا رب. ومكوناته بسيطه خالص. يعني صدور فراخ مفرومه في الكبه، يعني نص كيلو. لو هنعمل كيلو فراخ يبقى نص كيلو شفهاله من صدور الفراخ ونص كيلو من الوراك. تمام. لا استنى، انت كده قلت معلومه. يعني مش صدور لوحدها ولا اوراك لوحدها. لا، الاثنين على بعض قد بعض. بالظبط، صح كده. طب ليه بقى؟ عشان لو انا عملت صدور فراخ بس هتبقى ناعمه معايا قوي، وانا بقطعها سلايز في الاخر هتشقق. بالظبط كده، وهي في الفرن كمان هتشقق. معلومه حلوه جدا. لكن الوراك مع الصدور بيبقى نسبه وتناسب كده، بتطلع مظبوطه معايا. حلوه. تمام. يبقى معايا صدور فراخ ومعايا لحم على الصاج عاديه خالص زي بتاعه المكرونه البشاميل، الرقاق، الكلام ده كله. ومعايا بسله وجزر، ومعايا كمان ملح وفلفل اسود، بابريكا، وكاري، وتوم باودر، وبصل باودر. تمام. بس دي كده المقادير بتاعتنا. اديني بقى الكيو كارد عشان ايه نبتدي. بسم الله كده وانت شغال نقول المقادير تاني يا داغر مع بعض. المقادير بتاعتنا يا جماعه نص كيلو من الصدور والوراك مع بعض، فرمناهم سوا يا شيف كريم. تمام، صح كده. عشان يا جماعه يديني تماسك. احنا هناخد تماسك العضلات بتاعت الوراك، صح، مع نعوميه الصدور. بالظبط كده يا شيف، فهمتوني يا جماعه. وبعد كده بقيه التوابل بتاعتنا عندنا لحمه مفرومه متعصجه بالبصل عادي جدا. تمام. بسله وجزر، ملح، فلفل اسود، بابريكا، كاري، توم باودر، وبصل باودر. توابل حلوه جدا. حلوه جدا. انا عايز اقول لك ريحته كمان وطعمه هيبقى مميز جدا. فعلا. جدا. هنعمل جنبه صوص بقى. صوص الديميجلاس بالهربز، بالاعشاب. تمام. الديميجلاس طبعا حضرتك عارفه ان هو بيبقى في السوبر ماركت باودر. الباودر ده سهل وموجود، بقى سهل جدا غير زمان. يعني حتى طريقه عمايله بتكون مكتوبه على الكيس، فسهل جدا يعني. حلو. وشويه زعتر وشويه روزماري كده. فريش. تمام. وهنديله بصلايه وطوميه بقى عشان الديميجلاس دوت من المطبخ الغربي، وانا بعمل اكله شرقي فعايز احوله بقى. ايه؟ تحولها شويه. نحولها شرقي. الثوم والاعشاب هيدوه شرقي شويه. بالظبط كده. وبصلايه مفرومه يعني. الله ينور. وبصلايه. بالظبط. طب احنا دلوقتي كل اللي عملناه ان احنا تبلنا الفراخ اللي عندنا. بالظبط. اديت معلقه بصل باودر، معلقه توم باودر، معلقه بابريكا. تمام. وملح وفلفل. حلو. بس قبل كده. ماشي. هنعمل ايه بقى يا شيف هلا دلوقتي؟ هنفرد الرول بتاعنا قبل ما نشتغل فيه. هنجيب. تحب افرد لك الرول؟ اهو. تمام. تمام زي الفل. بحط ورقه فويل كده. ماشي. وهنحط كيس حراري عشان خاطر الفويل ما يتفاعلش مع الفراخ. ماشي. اهو. حلوه الفكره دي. تمام. وبعدين وكمان بيسهل معايا موضوع ان انا لما اجي الف ال عايز تدهن زيت ولا حاجه؟ معايا اهو. تمام. معاك؟ طيب. هندهن زيت علشان ايه بقى يا شيف؟ عشان يبقى سهل معايا وانا بلف الرول. حلو. يبقى مظبوط معايا. هنشوف دلوقتي هنلفه ازاي كمان. وحاجه تكايه مهمه جدا مسحه الزيت دي. غير انه يلف بسهوله بيدي نعوميه للطبقه الخارجيه بتاعه الرول. بالظبط. خليها ناعمه جدا. بالظبط. صح كده؟ تمام يا شيف. قشطه جدا بجد. قشطه جدا جدا.
وبعدين هنزل بقى كده بالفراخ اهو. خلاص انا قلبتها كويس جدا. ايوه ده انت فارمها ناعم قوي. صح. اديني البوله عشان كده كمان التوابل بتاعتي كلها باودر. مش محتاجه ان انا احط توم فريش ومش محتاجه ان انا احط بصل فريش. انت فاهماني؟ حلو قوي. انا عايز بس الفليفر بتاع التوم والبصل يوصل معايا للانسجه بتاعت الفراخ كده. انا بقى انت حاطط كاري. كاري مع الفراخ حلو قوي. تستعلي جدا كده. انا بشكله على شكل مستطيل عشان اعرف الف كويس. تمام. شايف يا داغر المستطيل عندنا بيتفرد ازاي وكمان بسمك معين؟ سمك قد ايه مثلا يا شيف كريم كده؟ يعني على حسب بقى الكميه اللي انا عاملها يعني. العلو بتاعه يكون مثلا سنتي سنتي ونص. مش اكتر من كده يعني. طيب احنا معانا تليفون، معانا كريستين. كريستين اهلا وسهلا. يا كريستين ازيك؟ يا كوكي مش سامعيني؟ طب كلميني تاني يا كوكي. ماشي مستنياكي. طيب تمام يا شيف هلا. ماشي كده. استاذنك معلقه بس زي بعض عشان خاطرك بس. تسلمي. هنعمل ايه؟ هنحط كده بقى شويه لحمه على الصاج. على فكره ممكن يتحشي حشوات مختلفه يعني. ممكن نحط ممكن نحط جبنه شيدر مثلا نقطعها زي الفينجر كده. موتزاريلا بقى وايه؟ يا عيني يا عيني يا عيني. ويسيح بقى في الفرن ويمط وحاجه وجع قلبي يعني. فالحشوات دي وكمان لو عندنا اطفال ما بتحبش نوع معين من الخضروات ممكن كمان بقى ايه نضحك عليهم كده نحط جوه. نحط جوه. حلو قوي. واحط شويه الخضار بتاعه اهو الجزر. يعني انا ممكن اغير في الحشوه على حسب زي ما انا عايز. زي ما انا عايز. حلو. تمام. احنا ما حطيناش الحشوه في النص. مش في النص. احنا حطيناها على الحرف عشان نلف. بص كده انا ببعد 2 سم من الحرف من الجنب. هو ده اللي انا عايزاك تقوله. وكمان 2 سم من بره. على اساس ان انا لما اجي الف كمان الحشو ما يخرجش معايا بره. بص بقى موضوع الكيس والزيت بيسهل معايا الموضوع قوي في اللف. يلا يا داغر يلا بينا يا عم داغر يلا بينا اهو. يلا بضغط بايدي كده وبلف الرول بتاعي. تمام. بص الموضوع سهل ازاي. شوفي بقى الجمال اهو. حلو قوي. والف لفه كمان. تمام. الله عليك. الله حلو كده. حلو قوي. اخر حاجه اهوت بيكون معايا زي ما حضرتك شايفه كده. كده كده انا اعتبر خلصت الاكله بالظبط. يعني كده خلاص يا جماعه خطواتها خلصت وكل حاجه خلصت. بعمل بقى تريكايه شيف هلا هنا يعني. إيه بقفل كده عشان برضو لما يجي يستوي معايا الخضار لو في نسبه من الميه او حاجه ما تخرجش بره مني. بقفل على الحشوه من جوه بالظبط كده. حلو قوي. الافضل ان انا احط الرول دوت يريح في الثلاجه او يبصم يقعد حوالي مثلا نص ساعه بعد كده بنشتغله عادي خالص. في بوكيه جرنيه جزر وبصل وكرفس وبعد حاجه الشوربه دي بالظبط كده. وبنسلقه في شويه ميه ندخله الفرن. ازاي بقى ما انت هوريك هنا. تمام. عايزين نشوف بقى بالظبط. عندي هنا ستوار او صينيه يا جماعه صينيه فيها البوكيه جرنيه اللي هو ايه يا شيف كريم. عندي هنا اهوت عيدان زعتر اخضر فريش وجزر وشويه بصل وكرفس. وكرفس. تمام. بنزل كده وبعد كده بنضيف شويه ميه سخنه. حلو. درجه حراره الفرن درجه حراره الفرن يا شيف هاله ما تعديش ال 200. ما تعديش ال 200. بيستوي على نار هاديه خالص او وسط. وكمان بيبقى في الرف اللي في النص مش دايركت على الفرن. في على الشبكه. بالظبط على الشبكه. يعني النار ما تبقاش مباشره عليه. لا. والميه يا جماعه اللي تتحط في الصينيه تبقى سخنه. تبقى مش انت قلت لنا كده؟ بالظبط كده. تبقى سخنه. حلو قوي. كده انا جاهز والرول بتاعي واول وصفه خلاص كده. الله عليك الله عليك. هندخلها الفرن طبعا احنا عشان وقت الهواء. محضرين. طب ناخد كريستين. كريستين اهلا وسهلا. ايوه شيف هاله. ازيك يا عمر؟ يا رب يخليكي. انت اللي منوراني النهارده يا حبيبتي. انا متابعاكي على طول منوره والله العظيم. وشيف كريم منور جدا والله. ربنا يخليكي وعامل لنا وصفه بقى واو يعني عارفه من الاخر. بصراحه عجبني جدا الرول والله. تسلم ايديك. ربنا يخليكي. سهل وسريع جدا. يلا نفذيه بقى يا كريستين باذن الله. ان شاء الله. ان شاء الله. اكتر تسلم. صبح عليكم بقى. صباح الفل عليكي يا قمر. اشكرك يا حبيبه قلبي. اشكرك. هنعمل ايه؟ هنحتاج بلانشا بس نقطع عليه الرول. اهي. لا دي هنقدم عليها. ماشي خلاص. طب ما نقطع ونقدم. يلا بينا. يلا اضرب عصفورين بحجر واحد على طول. بيطلع احنا طبعا لمعناه شيف هاله. بنلمعه بمعلقه صلصه بوريه ومعلقه كاتشب. بيتلمع بيه وبعد كده بيخش الفرن بيقعد تقريبا 10 دقايق هو ياخد الجراتان بس ياخد اللون ده بس. ده بعد ما يستوي. بعد ما يستوي. يبقى احنا يا جماعه بعد ما بيستوي بنفتح عليه وبنديله معلقه ايه؟ صلصه بوريه وكاتشب. صلصه وكاتشب على بعض يا جماعه وبعد كده بحطه تحت الشوايه يا دوبك ايه تاخد بس لسعه بسيطه. بالظبط كده. بالظبط كده. وبعدين سكينة بقى بيدخن عسل. شايف شم الريحه بقى. باينه جدا جدا ما شاء الله تبارك الله عليه. ريحته حلوه قوي شكله شاي. انا متشوقه ان انا ادوقه.
عجبني جدا ان هو متكامل. يعني فيه الخضار وفيه البروتين بالظبط. ده وجبه كامله متكامله، خضار وبروتين وسهل جدا. ممكن كمان نحطه في الفريزر لو احنا مثلا ما عندناش وقت او بنشتغل او كده، فممكن يتحط في الفريزر زي ما هو رول من قبل ما يستوي. وقت ما نعوز نشتغله بنشتغله بكل سهوله. اطلعه بقى من الفريزر لو انا ست بشتغل مثلا، ارجع من الشغل اطلعه بالزبط. من الفريزر على الفرن على طول. بالظبط كده. بص بقى الجمال بقى بالراحه، بس بالراحه كده علشان ايه نشوف جمال الحشوه. انا ماسكه لك البلانشا اهي، الله عليك، الله الله، يا عيني يا عيني. شايفين يا جماعه، بصوا الحشوه من جوه عامله ازاي، ما شاء الله تبارك الله عليها، عسل. لا نديها حقها بقى. لا لا ده احنا النهارده هنتغدى رول الفراخ العظيم ده بجد. ما شاء الله حلو جدا. شوفي الشكل حلو قوي. ايه الصوص بقى اللي هيتعمل؟ الريحه حلوه قوي يا شيف كريم. ايه الحلويات بتاعتك دي النهارده؟ ايه الجمال ده؟ الف هنا شيف هنا. عظمه. لا عظمه بجد، شابوه لحضرتك. تسلمي زي العسل. هتعمل ايه دلوقتي بقى؟ هنعمل بقى الصوص اللي هنركبه جنب التشيكن رول ده. ده صوص هيتحط جنبه او يتحط عليه على الرولات اللي قطعناها. بالظبط كده، صح كده. هنجرنشه بس نعمل شويه جرنش كده. يلا طب ما تناولني الاول كل اللي انت استعملته قدام الفاضي ده عشان اوسع الدنيا. تمام. عشان اوسع لك مكان الطبق الجميل ده لازم يبقى كده واخد حقه في التقديم. طيب اديني كل اللي انت مش محتاجه. كل ده ملوش لازمه. ماشي. احنا ممكن ايه نعمل كذا رول، يعني 2 3 هنقدمه بقى. بيتقدم عايز اقول لك في الفنادق والمطاعم بقى مع شويه رز بسمتي كده، وبيتقدم كمان مع البطاطس الويدجز. استنى عشان بس كنا بنوريه لحبايبنا. تمام. يلا سيبه بقى زي ما هو كده. اتفضل يا داغر، اتفضل. شويه بقدونس بسيطه التاتش بتاعي. انت محتاج التوابل دي كلها؟ لا لا خلاص تمام. طيب كل اللي مش محتاجه هاته. طيب يلا. ده بقى بيتقدم كده في الفنادق يا شيف كريم. بالظبط. بيتقدم كده 2 سلايز. لو عندنا كمان حفلات او بنعمل مثلا حفله وفي عدد كبير او كده، عايز اقول لك يعني اقتصادي جدا كمان. يعني 2 سلايز كده مع شويه بطاطس ويدجز وشويه رز بسمتي، الموضوع مش عايز حاجه اكتر من كده. يعني مثلا ربع كيلو صدور فراخ عليها ورك مثلا، واروح فرماهم على بعض. بالزبط. يقوم يديني الكميه دي كلها. شفتوا يا جماعه سهله جدا. احنا دايما البانيه عندنا فراخ بانيه، يبقى بانيه ومكرونه، ما عندناش غير كده. لا افرميها واعملي رول زي ده، حلو قوي. استاذنك معلش. معلقه. انت خدت مني معالق كتير على فكره. ايوه لسه رجعها لي بعد كده. هنزل كده. أيوة. بمعلقه بصل مفروم. ماشي. ده احنا حطينا زيت الاول ده الصوص بقى. الزيت برضو معلش هزود شويه. يلا هنحط، حطينا شويه زيت وبعدين معلقه بصل، يعني بصلايه صغنطوطه خالص مفرومه. بالظبط كده. ماشي. وايه تاني؟ وهنحط عليها معلقه ثوم. ومعلقه ثوم بيبقى بصل وثوم. انا هخلي صوص الديميجلاس يبقى شرقي زي ما قلت لحضرتك. هو عادة صوص الديميجلاس بيتقدم مع شوية مشروم، بيتقدم مع بيبر صوص اللي هو الفلفل الأسمر المجروش. لكن احنا النهارده عاملينه مع البصل والثوم بقى عشان ايه نحس بالطعم الشرقي. طعمها حلو قوي. ده لسه كمان المنزل بقى بالأعشاب. بص الريحة، الريحة هتطلع أكتر وأكتر. الله ينور. الله ينور يا شيفنا. تسلمي. أنا مبسوطة النهارده والله، أنا باخد منك يعني معلومات كده. أنا بتعلم منك يا شيفنا. ربنا يخليك. الريحة فعلا دانت. الله. ريحة الروزميري والزعتر جميلة، عظمة. لوز العنب بجد النهارده. وادي بودر الديميجلاس انا بقلبه بشوية مية. بنجيبه بودر من أي ماركت. بالظبط. وبندوبه في شوية مية. بالظبط. ماشي. وادي شوية كريمة لباني. الله عليك. واو يا خبر أبيض. يا خبر أبيض. حلو قوي. ما هذا الجمال النهارده. تعالي بقى نعمل بيك اب كده لطبق زي اللي بتقدم في المطاعم. ورينا بقى. يلا بينا. عايز ايه بس قول لي انا. عايز طبق كده مدور. عايز طبق مدور. ينفع الاخ ده؟ حلو كده. يلا عايزين بس نظبط الدنيا دي كده. هنعمل ايه بقى؟ هنعمل طبق نقدمه مع شويه بطاطس ويدجز. طب ناخد ام كنوز على التليفون. ام كنوز اهلا وسهلا. صباح الفل. شفاها يا صباح العسل عليكي يا حبيبتي، اهلا بيكي. ايه الجمال ده يا شيف؟ شفتي شيف كريم النهارده ابدع، عامل لنا اطباق حلوه قوي. والله ده حاجه جميله جدا والله. برضه حاجه حلوه برضه ان انت بتستضيفي برضه شيفات، برضه دي حاجه كويسه جدا يا حبيبتي. انا تحت امركم، انتوا اموروا بس.
انت كل ذوق يا جميله حبيبتي، ربنا يكرمك يا رب. كل ذوق، انا من متابعينك والله، انت كل وصفاتك تحفه بجد. يا رب يخليك، انت نورتيني النهارده يا حبيبتي. وذوقك جميل بجد، والشيف سلامي ليه وسلميني عليه. تسلمي يا ام كنوز، ربنا يخليك. تسلمي، اشكرك يا حبيبه قلبي. الصوص بتاعنا غلي خلاص، يعني هو ياخد غلوه بس وخلاص، بس كده. ماشي، هنعمل بقى مقصوصه كمان. انا هتعبت معايا دي مثلا. ايوه اتفضلي يا فندم. تسلمي يا فندم. يلا طبعا شويه رز بسمتي بقى. رز بسمتي كمان يا جماعه. الموضوع النهارده ضرب نار يا شيفاه. الله الله الله، تسلم ايدك. لا والبطاطس بقى يا خبر ابيض. احنا انا عايزه طبق مطاعم، طبق خمس نجوم. عينيا. ماشي، انا في الانتظار. احلى طبق اهو، انا في الانتظار. الله، شويه رز بسمتي. ماشي ابيض. طب ندفي على الصوص بقى، عشان كده كده اوفر قوي عليه بصراحه، عشان الكريمه بس. ماشي. لا ندفي من هناك. ايوه ده بس. تمام كده الطبق. هنعمل ايه بقى؟ طبعا صوص الديميجلاس ما بيتبلش، لان هو بيبقى فيه نسبه ملح برضو. يعني نخلي بالنا من زي الصويا صوص كده. بالظبط كده. حلو قوي. ناخد بقى 2 سلايز زي دول كده حلوين. ايوه الطبق ده بتاعي يا ده، غير الطبق ده بتاعي. ما ماشي، ما حدش في الكنترول ولا كده. عشان تبقوا عارفين بس، عشان ايه ما نتخانقش. يا جماعة أنا عايزة أقول لكم، أحمد داغر مخرجنا الكبير، أشطر مخرج في مصر، عيد ميلاده. كل سنة وأنت طيب يا داغر، كل 100 سنة وأنت طيب يا رب، وتحقق كل اللي نفسك فيه يا داغر يا رب. كل سنة وأنت طيب. حلو كده. طب إيه الصوص كده بس؟ ده في كريمة وفي ديمي جلاس. لا ما هو في ريميكال أهو، أنا مجهز طبعا بندق. أيوة. بالهواء. الله عليك الله عليك. أهو شايفين يا جماعة، الطبق جميل بجد، طبق يتحدث عن نفسه. هو دي حاجة كده عشان نكسر اللون. أيوة، البرزنتيشن بتاعك كمان رائع. تسلم يا شيف. إيه الجمال ده؟ إيه الحلويات دي؟ وده أول طبق معانا. حلو جدا. ده بتقدمه بقى في الفندق. بالظبط. بيبقى اسمه إيه بقى؟ أطلبه أقول إيه؟ تقولي تشيكن رول ستافد خضار، لأن بيتقدم بحشوات مختلفة زي ما قلت لحضرتك. ممكن يتحشي سيمون في ميه، ممكن تحشي سيفود. يبقى حاجه كده سيرفين تيرف. اوفر قوي. ما هو طبق اسمه سيرفين تيرف، البر والبحر، الفراخ من البر والسيفود. ميكس كده، عامل ميكس. عايز اقول لك برده تيستو بيبقى جامد جدا. ما شاء الله ما شاء الله، تسلم ايديك يا شيفنا. اول طبق ربنا يخليك. يبقى كان اول طبق معانا قدمه لنا شيف كريم الحديدي يا جماعه، تشيكن رول، اللي هو رول الفراخ ومحشي خضار ولحمه مفرومه، ومعاه الصوص بتاع الصوص ده نسميه ايه؟ اسمه ايه؟ دوت صوص هيربز. أعشاب. الأعشاب. علشان فيه التيست بتاع الزعتر والروزماري. 10 على 10. تمام. ندخل بقى. يلا بينا. يلا بينا. يلا. الكيو كارد معاك عشان تقول لنا المقادير. الطبق الثاني اللي هو الفارم سالاد أو سلطة المزارع. طب أول بس قبل ما نقول مقاديرها. تمام. اسمها جه منين؟ اسمها جه من الخضروات، كميه خضروات كبيره جدا. يعني مزارع طبعا، انت عارف حضرتك الارض والشجر. خضروات. فهو نسبه كبيره جدا من الخضروات. عايز اقول كمان لحضرتك وللساده المشاهدين، ان ينفع طبعا لو حد بياكل اكل هيلسي او بياكل اكل دايت او بيعمل ريجيم، السلطه دي وجبه كامله متكامله. وانا عامل بقى فيها تركايه عشان خاطر متابعيني. ايه بقى؟ عامل النهارده الصوص بتاعها بطريقه مختلفه تماما. انا عامل يا شيفهاله النعناع البلدي الطازه بتاعنا. مفروم زي ما حضرتك شايفه كده. سيبك بقى من الخضروات، انا عايز اقول لك هتشم ريحه في الصوص وفي السلطايه بسبب النعناع البلدي. النعناع دوت حلو جدا. هيبقى تيست عالي جدا دي جدا. دي جديده معانا يا جماعه، النعناع البلدي مع الخضار بتاع السلطه. بالظبط صح كده. بالظبط كده. ايه تاني؟ وهنحط الدريسنج بتاعنا، هيبقى ليمون وزيت زيتون وشويه ملح وفلفل وبابريكا وشويه كمون. طيب نقول بسرعه المقادير ونشتغل. يلا يلا بينا. معايا طبعا خس متقطع شيفونات، كل الخضار. يعني ايه شيفونات؟ هو التقطيع دي. اهو دي تقطيعه الشيفون. بالظبط. طب نقول المقادير كلها وبعدين هنوري حبايبنا. طيب. التقطيع نفسها. ماشي. يبقى معايا خس، ومعايا خيار، ومعايا جزر، ومعايا طماطم، معايا كمان فلفل الوان، معايا فجل، معايا بقدونس، بصل، كرنب احمر، ودريسنج عصير ليمون وخل، زيت زيتون، نعناع فريش، وملح وكمون وشطه. طيب دي المقادير يا جماعه بتاعت السلطه، سلطه المزارع، زي ما شيف كريم جابها لنا النهارده. مقاديرها عباره عن خس، خيار، جزر، طماطم، فلفل الوان، فجل، بقدونس، بصل، كرنب احمر، عصير ليمون وخل، وزيت زيتون، والتكايه بتاعت شيف كريم، نعناع فريش، وملح وكمون وشطه.
عظمه. هي من المقادير بتاعتها هي في حد ذاتها زي ما شيف كريم قال هي وجبه، هي تنفع وجبه للناس اللي بتحب الاكل الصحي، ممكن تنفع عشوه، ممكن تنفع غدوه، هي جميله. وانا متخيلها بالنعناع البلدي دي ريحه ريحه الصوص والسلطه هتبقى حلوه جدا. طب انت كملت لي الصف ده اشيل انا ازاي دلوقتي؟ يعني رعوني شويه يا جماعه. معلش يلا تمام كده، ربنا يستر. كده انا حطيت كل الخضار كله متقطع شيفونات، يعني عامل زي الشعر كده. ونقلب بقى زي الجوليان الشاورما بس ارفع، ارفع من الجوليان بالظبط كده. طب يلا بقى عشان ايه نلحق نقدم اطباقنا اهو، وعايزين نشغل القلايه عشان تسخن. تمام ماشي، استنى انا اشغلها لك. ماشي بسم الله. هستأذنك بقى اهو طبق السلطه معانا. يلا يا باشا يلا اعلى حاجه اهو. شوف الالوان، شوف الالوان عامله ازاي، تحفه جميله. عارف يا شيف كريم دايما الدكاتره يقولوا الطبق اللي الوانه كتير فايدته اعلى بالزبط. وكميه الفيتامينات اللي فيه اكتر بالظبط كده، عشان الوانه كتير يعني معنى كده ان هو ايه كل لون ليه فايده، كل لون في الخضار او في الفاكهه حلوة قوي. ليه فايده. بص الكلام حلو قوي، الله ينور. طيب والدريسنج بقى خلاص، مية مش لازم كده خلاص نهره ما يقع. ايوه لو عايز شيء نعمل بقى الجرنش بتاعنا. يلا اهو نحط. طيب هنعمل الدريسنج. تمام انا بعمل جرنش بس الاول كده. ايه بقى قول لي؟ ده فجل احمر. فجل احمر مع ليمون اداليا سلايز. هنحط عليه الليمون ده، انت جايبه منين؟ وادي فراشه اهي كمان، هقول لك بعد الهوا بقى عشان ايوه وفراشه كمان بالجزر. أيوة. الله عليك، ده شيف احمد اللي عامل لنا الجرنش الجميل ده. شيف احمد الجميل، تحيه لشيف احمد زميل شيف كريم، والنهارده جاي معاه. شوفوا بقى الزماله والصداقه، جاي معاه النهارده مساعد بجد يا شيف احمد، انا بحييك من كل قلبي وان شاء الله يكون ليك نصيب معانا باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. ده الخيار. تمام كده طبق السلطه معايا جاهز. عسل. نقلب بقى الصوص بتاعنا. ادي شويه زيت الزيتون. هي عجاله علشان ايه؟ مفيش وقت. زيت زيتون خلاص يعني خلاص. وادي عصير الليمون. ماشي. وادي النعناع الفريش. في الدريسنج نفسه. في الدريسنج. مش مع الخضار. بالظبط. حلو قوي. كل الكلام ده يتقلب كده اهو. جميل. نحط بعد كده التوابل، شويه بابريكا، شويه كمون. حلو. وما تنساش وملح وفلفل. الملح، اوعى تنسى الملح. فلفل بسيط خالص، يعني عايز اقول لك شعره بس اهو. ملح وفلفل بالظبط، فلفل بسيط، فلفل اسمر بسيط. حلو. ده دي ايه؟ كزبره. كزبره خدتها ولا لسه؟ ده للجرنش. ده للجرنش يعني خلاص خدتها خلاص مش عايزها. اتفرجوا بقى على الجمال. عارف دي بقى شم الريحه في الاول وتتركن كده، تاخد وتدي مع الدريسنج ومع نفسها. تاخد وتدي. احنا بنقول دايما برضو شيفاء لو حضرتك ادرى مننا بالكلام ده، ان السلطه لازم تريح على الاقل نص ساعه، ما تتاكلش على طول. يا سلام يا اخويا، امال انا قلت ايه دلوقتي؟ ايوه امال انا قلت ده، بصوا بياخد مني المعلومه على الهواء وبيقولها اهو. امال انا قلت ايه دلوقتي؟ اي نوع سلطه لازم يريح شويه نص ساعه او حاجه عشان يشرب من الصوص والخضروات كلها تتجانس مع بعض. ياخد ويدي كده، مش انا لسه قايله لك. الله عليك. ياخد ويدي كده مع الدريسنج، تلاقي التطعيمه اكتر. تمام. صح. طب انت محتاج البرزنتيشن ده تاني ولا لا؟ خلاص تمام كده، شكرا ليه. يلا هنعمل بقى طبق برضه انا عامل فيه تركايه حلوه قوي هتعجبك وهتعجب ان شاء الله الساده المشاهدين. يلا هنحلي بقى. بالظبط هنحلي، داخلين على الحلو. السبرينج رول معروف عاده ان هو بيتقدم مع خضروات او بيتقدم مع لحمه على الصاج، بيتقدم مع سجوق، بيتعمل بطرق مختلفه كتير. بيقولوا عليه في بلاد الشام رقايق او لفايف. في اوروبا بيقولوا عليه سبرينج رول. النهارده احنا هنعمله بقى مصري. هنعمل هشيل دول دلوقتي، دول للتقديم نركنهم دلوقتي. تمام. هنعمل استاذنك منديل. منديل. طيب هنعمل السبرينج رول دوت شيفها لها بحلاوه طحنيه وبندق. تعالي نقول مكوناته مع بعض ونشوف بقى. يا خبر ابيض يا جماعه، يعني اللفائف الجميله دي يا داغر، دي حلاوه طحنيه وبندق. بالظبط. واو. وانت محضر كمان صوص كراميل هيتحط على الوش. شوف الموضوع بقى هيبقى عامل ازاي. يا نهار النهارده، يا نهار فنادق النهارده. لا عالي عالي يعني. بصوا ده السبرينج رول، دي اختراع انا على فكره، يعني ما بتتقدمش كمان في المطاعم. والله الحشوه هتعجبك جدا. ورينا واحده بس سريعه كده. تعالي نقلي دول وبعد كده نشتغل في واحده. نحطهم في الزيت. في الزيت على طول كده. بسم الله. طبعا دي برضو اشوفها لها من الحاجات سخن. طب حلو. دي من الحاجات برضو اللي بتتجهز وينفع تتحط في الفريزر. حلو قوي. وقت ما نعوز ناكل الحاله دوت بيطلع. طب سؤال مهم. اتفضلي. لو انا ما عنديش السبرينج رول، الورق نفسه. ورق جلاش. الجلاش يقضي الغرض. هوريكي برضو بيتقطع ازاي. اهو. ماشي براحه خالص بهدوء. يعني انا اجيب ورق الجلاش واقطعه مربعات. هي بالزبط. مربعات اهي. ده بالشكل ده. اهي.
اوعى ايديك كده يا شيف كريم، بس نوريها لداغر اهي مربع بالشكل ده. يبقى انا ممكن اجيب ورق الجلاش واقطعه نفس التقطيع بالظبط كده، وممكن بدل البندق اللي انا حاطه ممكن نحط سوداني، اي نوع مكسرات مفيش مشكله. يا باشا تمام، يلا عيش عيش يلا. بص بقى اللفه معايا كده استاذ داغر اهو. بصوا بقى يا جماعه اللفه ازاي، بنلف على شكل سامبوكسه يعني ما بنلفش بالعرض. تمام كده، ناخد الحروف على جوه بالظبط كده اهو، واروح تاني الحروف دي كده. ايوه اهو، ايوه حلوه قوي. وابرم الكلام ده كله. ماشي، عندي هنا معلقه دقيق مع معلقه ميه بصبعي كده، بقفل كده شايفها له اهو. ده صمغ الاكل اللي احنا يا جماعه متعودين عليه دايما بالظبط كده، بيطلع معايا بالشكل ده. حلو قوي، حلو جدا. واحده كمان وخلاص، نشوف بقى اللي في الزيت اخبارهم ايه. واحده كمان اهو. بصوا الحشوه في النص يا شيف كريم. في النص الحشوه، وانا عامل المربع دوت على شكل سامبوكسه بيتلف بالشكل ده كده اهو. بصوا اللفه ازاي، بنقفل كده. بعد كده بنجيب الحروف ندخلها جوه كاننا بنعمل ورق عنب يا شيف هاني. بالظبط، عارف ورق. تمام، شويه دقيق بقى ونقفل. ده الصمغ اللي بنقفل بيه، حلو قوي. يتبصم في التلاجة او في الفريزر، ووقت ما نعوز ناكل السبرينج رول نطلعه وهو مجمد ننزله في الزيت على طول. بالظبط كده، حلاوة الطحنية تسيح بقى يا عيني يا خبر يا عيني. موضوع حلاوة الطحنية تسيح بقى يا داغر كده. تخيل وانت بتاكل بقى الصوابع السبرينج رول كده، والحلاوة الطحنية سايحة جوه، والبندق بيقرمش، وحاجة النهاردة يعني عسل. طيب ادي الاطباق اهي جاهزه، وصوص الكراميل لسه شويه صح، الزيت لا دقيقه واحده. طيب هو بس نطلع الصوابع السبرينج رول وخلاص. احنا كده دلوقتي ده صوص الكراميل انت بتحضره. هات اديني المقصه، شيل الناحيه الثانيه. ماشي، نعمل جرنش كده. بصوا بيقدم الطبق ازاي، صوص الكراميل من تحت في الطبق نفسه. شابو ليك بجد، شابو ليك. حلوه، شغل عالي، شغل فنادق. تلاميذك يا شيف، مخرجنا بيشهد لك، بيقول لك شغل فنادق. ربنا يخليك يا استاذ احمد. كده كده احنا سلام طيب يا استاذ احمد. يا داغر، شيف كريم بيقول لك كل سنه وانت طيب. استاذنك الطبق اللي عليه المناديل ده، اتفضل بقى تطلعها الاول على مناديل. بالظبط كده، عشان ما يبقاش شارب زيت مننا. يبقى احنا يا جماعه لو ما عنديش سبرينج رول الورق بتاعها وعجباني الوصفه وعجباني الحشو، سهله وسريعه، حلو وسهل جدا، انا ممكن اجيب لفه جلاش واعمل كده. بالظبط كده. يتقطع وزي ما قلت حضرتك بيتلف كده، يتحط في الفريزر، ممكن يقعد فتره كبيره جدا في الفريزر، ما فيهوش مشكله خالص. يعني عجبني كمان يا جماعه في شيف كريم ان هو بيعرفكم ان ممكن الحاجه تتشال في الفريزر وتطلع على العمال على طول، وده ايه علامه عصرنا. أيوة. يعني كلنا دلوقتي محتاجين اي حاجه سريعه على طول يعني. كده زي الفل. خلاص تمام ماشي، الله اكبر اهو. بصوا شكلها، واو. عايزين ايه؟ انا عايز اقول لك لو فتحنا واحده دلوقتي هتلاقي الموضوع ايه مختلف تماما. تلاقي الحلاوه الطحينيه. بقول لك ايه، بسرعه كده يلا ندوق. عيش. لا افتح لنا واحده كده. طيب. بالراحه بالراحه، عشان داغر جايبها لحبايبنا. بسم الله. بصوا بقى يا جماعه مقرمشه من بره ازاي. بص الصوص، ثبت ايدك ثبت ايدك، يلا بينا الحقني سخنه. ثبت ايدك، اوعى. انا بص انا ماسكه ايده اهو. بصوا الحلاوه الطحينيه بتبز كده وهي سايحه من جوه الصوابع السبرينج رول. هايله هايله، حشوه في منتهى العبقريه بجد. ربنا يخليك يا شيخ. وحاجه حلوه سريعه جدا جدا ومش مكلفه. يعني زي ما انت قلت ممكن مكان البندق نحط سوداني. نحط زبيب، نحط اي حاجه، اي حشوه تعجبنا. بالظبط كده. الله عليك. ايه رايك بسرعه بقى كده قول لنا عملنا ايه بقى النهارده. يبقى عملنا مع بعض المين كورس تشيكن رول، وقلنا ان هو ممكن يتحشي باكتر من طريقه. ماشي، وعملنا الكراميل وهي سخنه عشان يسيح عليها. يا عيني قلبي الصغير لا يتحمل. ما شاء الله. صح صح، والله انا قلت كده. ما شاء الله الاختراع ده، عشان خاطر متابعينك بس. ايوه. نكسر كده اللون بورقه نعناع. حلو قوي، لان والله ولا عايز يتكسر ولا يتعمل يعني. هو كده زي الفل. ادي الطبق الثالث بتاعنا. بسرعه عملنا ايه يا شيف كريم؟ عملنا مع بعض التشيكن رول. ماشي. وقلنا على اكتر من طريقه في الحشو بتاعه، وقدمنا جنبه البطاطس الويدجز والرز البسماتي. كمان عملنا سلطه الفرم او سلطه المزارع. حلو، بمجموعه كبيره جدا من الخضروات. والدريسنج بقى زي ما قلت لحضرتك بجد، يعني الصوص يا شيف هالاند تشم الريحه، البصمه بتاعتك اللي هو النعناع النعناع
البلدي الاخضر في الدريسنج بالظبط كده. وبعد كده الحلو كان ايه؟ كان حلاوه البندق بالسبرينج رول. جديده احنا متعودين سبرينج رول يعني خضروات على طول، بنحشي خضروات بالزبط. انت النهارده خدتها في حته تانيه خالص، موضوع تاني خالص لشرقي جدا. الاطباق جميله جميله شكلا وموضوعا، يعني مش مجرد انها شكل بس، لا الاطباق مكوناتها يا جماعه حلوه قوي، عجباني جدا جدا. وطبعا انا رايي صغير ومتواضع جدا جدا. انت قد الدنيا شفاها ربنا يخليك، ربنا يخليك. طبق السلطه عالمي بمعنى كلمه عالمي. الطبق الحلو معانا النهارده كان في منتهى الجمال. الاطباق كلها بتتميز بايه يا جماعه؟ بالسرعه وبالمضمون والشكل. بجد بجد النهارده انت شرفتني، ربنا يخليك. تسلم ايديك على الجمال ده كله، ربنا يخليك يا شيفاء. وان شاء الله توعدنا ان انت تكون معانا تاني وتجيب لنا بقى اسرار المطابخ الخمس نجوم ان شاء الله. تسلم يا شيفاء. انا بشكر حضرتك على استضافتك ليا النهارده، وبشكر كل الكاست اللي موجود معانا في مطبخ هالة. ويا رب تكون الحلقه عجبتكم، وان شاء الله في اصناف جديده كتير. بس شيفاء ان شاء الله بقى ايه يعني تستضيفنا تاني، وان شاء الله نبقى موجودين معاك. ان شاء الله ده انت تنورني وتشرفني، ربنا يخليك. ودايما زي ما انتم عارفين بننكش وندور على المواهب. شيف كريم الحديدي جمع بين الدراسه والموهبه، وطبعا الدراسه والموهبه باينين في الاطباق الجميله بتاعته. اشكرك يا شيفنا. انا اللي بشكرك. الف شكر. انا اللي بشكرك يا شيف. ان شاء الله تشرفنا تاني باذن الله. ربنا يخليك. ان شاء الله. شكرا يا شيف. اطلعوا فاصل وارجعوا لنا بعد الفاصل، لسه حلقتنا ما خلصتش وعندنا مفاجآت حلوه جدا جدا هتعجبكم. وفاصل قصير بس اوعوا القناه تتغير. اهلا وسهلا بيكم بعد الفاصل في فقره الطبخ. كان منورني شيف كريم الحديدي، زي ما قلت لكم الصغير سنا لكن كبير موهبه. لما بنلاقي حد سنه صغير بس جمع بين الموهبه والشطاره وعارفين الاداء الحلو، لازم يكون معانا في البرنامج ان شاء الله، وباذن الله يجيب لنا اسرار المطابخ الخمس نجوم ويكون معانا تاني باذن الله. وصلنا بقى دلوقتي لفقرتنا المهمه جدا، الاهم من الاكل والشرب صحتنا. وعلشان نعتني بصحتنا وناخد بالنا من صحتنا وناخد بالنا مش بس احنا، اولادنا وكل الناس اللي متعلقه في رقبتنا، لازم النهارده نسمع فقرتنا الطبيه برعايه دي تارم جلوبال. ومنورني لما اقول لكم ملك التخسيس في مصر هيبقى مين؟ هيبقى دكتور هشام احمد عبد الستار، استشاري العلاج الطبيعي والتغذيه العلاجيه ورئيس اداره مجموعه شركات فيتارم جلوبال. يا دكتور ازيك يا شيف؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ يعني حضرتك عامل طفره بمعنى كلمه طفره، والناس بتبعت على الرسائل، في ناس كتير مبهوره بالنتائج اللي بتوصل لها مع فيتارم جلوبال. يعني النهارده جايبين كمان نتائج للناس من داخل مصر وخارج مصر. تمام. يعني لاول مره بنحاول نوضح للناس ان في ناس من دول تانية زي الامارات زي السعوديه زي السودان بيكون معانا وخدوا كورسات معانا وما شاء الله شغالين كويس قوي. احنا بنحاول ندي امثله للناس ناجحه ان في حالات كتيره جدا زيك ويمكن اصعب منك كمان ونزلت. صح. القصه كلها بتكون ان انا اخد قرار ان انا اقدر انزل. وكل مره بنحاول نفكر فيها بنحاول نفكر في مصلحه الناس. حتى الشيف اللي كان معاك النهارده انا بحب احييه، الشيف كريم ما شاء الله عليه، كان هايل وله حضور مميز وربنا يوفقه. حتى كمان في مستوى الدكاتره كمان هيكون معاكي ناس الاسبوع ده ان شاء الله كويسين جدا ان شاء الله. بنحاول على قد ما نقدر ندعم الناس في كل المجالات، بنحاول ان احنا نعمل حاجه حلوه ليهم. احنا جاي لهم النهارده بعرض، عرض كويس قوي للناس ان شاء الله. احنا طبعا عارفين ان احنا الايام دي بقى ايام مدارس والناس كلها لسه يعني الولاد نازلين شغل وحاجات من كده. فعاملين كورس النهارده فردي، كورس اقتصادي عباره عن كبسول ونقط واعشاب. الكبسول ده بنقول للناس يا جماعه الكبسول الجديد ده حاجه طفره في مجال التخسيس، افضل كبسولات على مستوى العالم مش على مستوى مصر بس. ده الحمد لله ده ثقه. يعني هنتكلم ان الكبسوله دي بتعمل لك كل حاجه انت عاوزها، بتقفل لك الشهيه، دي اهم حاجه. ان بعض الناس بيعاني من الجوع الشديد، لا تقفل لك الشهيه مستحيله 24 ساعه، بتعمل لك حرق للدهون،
بتكسر الخلايا الدهنيه، كل الحاجات اللي في الماركت بتاخد من الدهون الموجوده في الاكل. طب انا عندي دهون داخليه انا عاوز اكسرها، فلازم ندي حاجه تكسر الخلايا الدهنيه عن طريق ماده الدي بي سي الموجوده داخل الكبسوله. تالت حاجه بتعلي معدلات الحرق، لان يعني دي المشكله ان عند معظم الناس يقول لك انا بعمل رجيم وما بخسش، ما باكلش وبزيد. حاله نفسيه مثلا مش مظبوطه بيخلي الواحد غصب عنه ما بياكلش وجسمه عمال يزيد. فانا بعمل لك التلات حاجات من الكبسوله، بقفل لك الشهيه، بكسر لك الدهون، بعلي مستوى الحرق في الجسم. حلو جدا. مع النقط والاعشاب كمان. النقط والاعشاب دي بنديها فيها ال كارانتين وكافيين اللي هي النقط، وبتعلي معدلات الحرق جدا في الجسم. والاعشاب دي لها دور عندي ان هي بتنقي الجسم من السموم وبتحسن لي وظائف الكبد، فوظائف الكبد لما يتحسن الحرق عندي بيعلى. ده الكورس الرئيسي، كبسول ونقط واعشاب. تمام. وعملنا عليه بقى اربع هدايا النهارده. يا خبر ابيض. هي حاجات حلوه كده يعني. الهدايا يا جماعه، خشي لي يا دكتور بتقيل يا انت بتزنقيني يعني، كل مره باجي معاكي بتكوني عاوز يكون اكبر هدايا موجودين. بقعد افكر من قبلها بيوم احنا ممكن نعمل ايه للناس. كويس. جايبين كريم للبطن كويس، الكريم ده مش للبطن بس، للبطن للارداف للدراعات لاي تجمعات دهنيه عندنا. الكريم ده يا جماعه بنقول مكوناته وبنشرحها، لاننا بنقدم مش مجرد هديه، انا بديك حاجه لها قيمه. الكريم ده عباره عن ال كارانتين وكافيين، بيكسر الخلايا الدهنيه برده بس يكون في صوره ليكويد او في صوره كريم على البطن، وبيكون عليه كمان كاموميل وجليسرين عشان يحصل عمليه الامتصاص، في فيتامين سي وفيتامين اي للجلد، في كمان بيكون محتوي على ال كارانتين والكافيين، ده بيكسر لي الخلايا الدهنيه. وبقى كده في زيت عندنا، الزيت ده بيكون عبارة عن أربع حاجات، قلنا قبل كده زيت الزيتون للشعر المقصف المجهد، زيت الجرجير بيزود الكثافة وفي فيتامين إيه وفي أحماض أمينية. دي مكونات زيت الشعر، زيت الشعر اللي برضو هدية على الكورس مع الكريم. مظبوط. تمام. يعني قلنا الأولاني الكريم. الكريم ده عشان بس الناس ما تتوهش معايا، الكريم ده بيحتوي على ال كارانتين وكافيين وبيعلي معدلات الحرق، وفي كولاجين عشان خيوط الجلد. حلو جدا. أما الزيت بيحتوي على أربع زيوت. الأربع زيوت اللي عندنا زيت الزيتون وزيت الجرجير وزيت السمسم وزيت جوز الهند. تمام. زيت الزيتون للشعر المقصف والمجهد، زيت الجرجير بيتقل الكثافه وفي احماض امينيه في فيتامين اي، وعندنا زيت جوز الهند بيحافظ على معاني الشعر والشعر المقصف، وزيت السمسم بيخلي لي الصبغه بتاعه الجلد تكون كويسه. تمام يا دكتور. يبقى طب سؤال بس، زيت الشعر ده ينفع ادهنه لشعر بنتي وهي رايحه المدرسه؟ لكل الاعمار. لكل الاعمار. لكل الاعمار، لانها زيوت طبيعيه مش فيها اي كيميكال خالص. كلها حاجات ناتشرال طبيعيه وامان جدا للجسم. والبنت تروح بقى شعرها سايح ونايح كده وفي لمعه جميله ولسه كمان في الهدايا، احنا لسه كمان عندنا علبه نقط وعلبه اعشاب زياده كمان. يعني اربع حاجات، كريم وزيت وعلبه نقط وعلبه اعشاب، وكمان ديسكاونت 50%. ولو الكورس بقى ثنائي الديسكاونت يرتفع ل 70% مع الناس. لو طلبت اثنين يعني، لو خليته شهرين يعني. عندنا الكورس ده لمده شهر، وانا ليه بديك شهر؟ انا مش محتاج شهر، انا محتاج اسبوع، بعد اسبوع هتحس بالفرق. لا يعني والله. هو طبعا الناس بيعتمد على الوقت الطويل عشان يبان اثر المنتجات، لا انا من اول شهر وممكن من اول اسبوع الاقي فرق. التارجت بتاعي بيكون من 10 ل 15، وغالبا بيكون 15 كيلو. ده الهدف بتاعنا، ده في الشهر اللي احنا بنستعمله. هي مده الكورس بتاعنا. في بعض الناس بيزيد او بيقل، بس بيكون الرينج 2 3 كيلو فوق او تحت حسب بقى طبيعه الجسم اللي انا بتعامل معاها. بس انا بقول لك بعد اسبوع هتلاقي فرق انت. يبقى احنا النهارده يا جماعه الكورس اللي دكتور هشام بيقول اقتصادي، كلمه اقتصادي دي في حد ذاتها دي هديه. اقتصادي في الظروف اللي احنا فيها، ظروف المدارس، وزي ما قال لنا ناس بتشتري شنط وكوتشيات وحاجات كتير كتير كتير، فلما الاقي في كل ده لا، ده انا عندي كورس اقتصادي مكون من كبسولات ونقط واعشاب، ودكتور هشام تفضل وشرح لنا كل حاجه في الكورس بتعمل ايه. مش بس كده يعني، ده انا لو قلت لك الكورس اقتصادي النهارده خلاص هي دي هديه. خلاص الكورس اقتصادي سعره على قد جيبك جدا جدا، ما تخليش قد ايه، دي كده في حد ذاتها هديه. لا ما سكتش لغايه كده، ده جاب لنا كمان الكريم اللي اقدر ادهنه على اي منطقه فيها تجمع دهون، دراعات، البطن، الارداف، وانا بخس عشان المنطقه دي كمان تنزل معايا. بعد الشهر ابص الاقي جسمي بقى متناسق، مفيش منطقه عاليه، مفيش لسه تجمع دهون. مش الكريم بس اللي هديه، ده احنا كمان عندنا زيت الشعر، زيت بيترم كمان هديه، اللي مكوناته كلها زيوت غاليه جدا بره لوحدها وقيمه جدا جدا، اللي بتعالج لي كل مشاكل الشعر، واقدر ادهنه لبناتي وهم رايحين المدرسه، وانتي رايحه الجامعه، شعرك بيدي لمعه حلوه وبيقضي على اي مشاكل موجوده في الشعر. دي كمان تاني هديه. يبقى الكريم، كريم فيتارم هديه، والزيت كمان هديه. ما وقفناش لغايه كده، ده احنا كمان عندنا نقط زياده هديه، واعشاب زياده كمان هديه، علشان بعد الشهر ده تنزلوا نزله محترمه. يبقى هو الشهر ده نزلت وكمان ظبطت جسمي، يعني ملكوش اي حجه. طب الكلام الحلو ده والهدايا القيمه دي
يعني احصل عليها ازاي؟ عن طريق التليفونات اللي موجوده قدامكم على الشاشه. اتصلوا دلوقتي حالا قبل ضغط التليفونات عشان تلحقوا الهدايا وتلحقوا التخفيض ديسكاونت اللي دكتور هشام جايبه النهارده 50% على الكورس الاقتصادي، ارخص كورس في مصر. ارقام التليفونات قدامكم على الشاشه، اتصلوا دلوقتي على طول. وكمان عندكم ثلاث صفحات على الفيسبوك لو عايزه تطلبي المنتج عن طريق النت. عندكم الثلاث صفحات اللي يخصوا فيتارم جلوبال، اول صفحه عندنا فيتارم جلوبال بالعربي، الثانيه فيتارم جلوبال بالانجلش، والثالثه تخسيس ورشاقه. عايزه تطلبيه من على النت هيجيلك. ارقام التليفونات اتصلوا من دلوقتي هيجيلكم، هيجيلكم الكورس الاقتصادي مع اربع هدايا، وطبعا الشحن مجانا يا دكتور. الشحن مجانا، وانا كمان بسميه كورس الانقاذ السريع، يعني اللي عنده مناسبه مثلا لو واحده رايحه الجامعه، حد عندها فرحها، حد عنده مناسبه سعيده مثلا او حاجه مهمه بسرعه، يعني محتاج انزل بسرعه، 10 15 كيلو على طول ان شاء الله يكونوا موجودين معاك، وربنا ييسر الامور باذن الله. يا رب يا دكتور، بحسك كده مع الكل يا رب. طيب احنا معانا نجلاء على التليفون. يا نوجة اهلا وسهلا، ازيك يا نجلاء؟ يا نجلاء. الو السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا قمر؟ الو السلام عليكم. عليكم السلام، انا سامعاكي. سامعاني؟ لا انا مش سامعه يا نجلاء، بتقولي؟ انا من السودان. اهلا وسهلا من السودان، اهلا أنا وسهلا. من السودان يا حبيبتي، تحياتنا لاهل السودان اخواتنا وشعائنا، اهلا بيكي يا نجلاء. الله يخليكي. يعني انا والله بس يعني على المصدريه يعني بتاعت الشركه دي، انا ما حصل في شركه كانت مصدريه عاليه، حتى الشركه مصدريتها عاليه، وتعاملت مع شركات كتير ما لقيت المصدريه، انا لقيتها في الجيتار. وانا بشكر دكتور هشام بالجد ملك، يعني على حبيبه انا اقوله، يعني ربنا يخليك، يعني اصلا على الحته دي اللي انا فهمته ان انت اتعاملتي مع شركات قبل كده او منتجات قبل كده وما جابتش نتيجه، واتعاملتي مع فيتارم جلوبال والنتيجه الحمد لله بسطتك، صح؟ انا فهمت صح؟ خالص. طيب قولي لي بقالك قد ايه بتاخدي الكورس؟ انا يعني مبسوطه جدا نجلاء. والله انا كان وزني عالي 131، وفي شهرين ونص نزلت 31 كيلو. طيب بصي يا نجلاء، وطي بس التلفزيون وكلميني عن طريق التليفون، لان التلفزيون هو اللي عامل الفرق ده. 131 وبقت 100. كنت 131 وبقيتي 100، صح كده؟ نجلاء؟ ايوه كنت 131 والان اكثر 100 كيلو. ما شاء الله، يعني انت نزلتي 31 كيلو، فقد ايه بقى يا نوجة؟ يا نوجة وطي التلفزيون. في شهرين. اجي وطيه لك انا. يعني 5 أيام. في قد ايه؟ في قد ايه؟ من شهرين وخمس ايام. شهرين وخمس وست ايام، يعني شهرين واسبوع نزلتي 31 كيلو. ما شاء الله يا حبيبتي، ما شاء الله. استمري بقى، استمري. وانا عشان احنا انت نزلتي 100 كيلو بس لسه شويه، مش كده يا دكتور؟ محتاجه شويه. بس كمان 20 كيلو ان شاء الله. 20 كيلو كمان. انا نجلاء من الناس. ايوه انا حواصل مع الشركه، انا حواصل والله. انا حواصل كذا نفر من السودان. دكتور هشام بيتابعك بنفسه مش كده؟ اي نوجة؟ بالظبط كده. ما شاء الله، يا بختك. يا بختك. هتلاقي 100 حاله دلوقتي نفسهم دكتور هشام يتابعهم بنفسه. حبيبتي شرفتيني، وان شاء الله توصلي للوزن المناسب وتكلمينا. معانا صوره كمان يا جماعه ننزلها، دي صوره. بص يا دكتور، دي صوره معانا، ده الاستاذ احمد كساب. ده حد جميل خالص، مشي معانا من 120 لغايه 80 40 كيلو ما شاء الله. انا في حالات كده اللي بيزيد عن 20 30 كيلو ابدا انا اتابعه على طول مني له مباشره. حلو قوي. وحد ما شاء الله كويس جدا، حد طموح، حد قدر يغير وزنه في شهر. عنده اراده. 20 يوم ما جابش 3 شهور ونزل معايا 40 كيلو. حلو قوي. بس احنا بنحاول نقول للناس ان ال 40 كيلو دول بيكون واحد بقى بيشرب ميه كتير، بيمشي كتير، بيساعدني بالرياضه، بيساعدني بحاجات كتير قوي، ممكن بيجيب اكتر من التارجت اللي احنا حاطينه. لكن احنا دايما شعب احنا كسله شويه، يعني ما بحبش ان انا اتعبه، اقول له اطلع امشي، اطلع اعمل لي مجهود، وهتقول انا عندي عيال ما بعرفش اطلع، كل الكلام ده احنا بنراعيه، لكن لو احنا عملناه يجيب معانا احسن ان شاء الله. تمام. يبقى قبل ما نطلع الفاصل يا جماعه، طبعا تحيه للاستاذ احمد كساب على النتيجه المبهره اللي هو وصل لها، ما شاء الله طاقه ايجابيه حلوه قوي، وده اللي بيفرق بين حد عنده اراده عايز يخلق لنفسه حياه جديده. قبل ما نطلع الفاصل عشان تلحقوا تتصلوا في الفاصل، اتصلوا على طول دلوقتي عشان تلحقوا العرض الاقتصادي جدا، الكورس الاقتصادي جدا، ارخص كورس في مصر اللي عليه تخفيض 50%،
مش بس كده، ده معاه اربع هدايا هيوصلوكوا لغايه عندكم، كريم فيتارم اللي بنحطه على اي مكان لتجمع الدهون، كمان زيت الشعر فيتارم اللي كلنا محتاجينه دلوقتي والمدارس خلاص دخلت، وكمان عندنا نقط زياده واعشاب زياده علشان تخرجوا من الشهر ده نازلين وكمان جسمكم متظبط، مفيش اي تجمع لدهون في اي مكان في الجسم. ابتدوا من دلوقتي اتصلوا على الارقام اللي موجوده قدامكم على الشاشه، ولما نرجع من الفاصل تقولوا لي ان انتوا اتصلتوا كلكم عشان تلحقوا العرض اللي كمان فيه الشحن مجانا والمتابعه كمان مجانيه. اطلع فاصل واستنونا بعد الفاصل نتقابل مع بعض وعروض فيتارم اللي ما بتخلص. فاصل قصير بس على القناه دلوقتي. اهلا وسهلا بيكم بعد الفاصل. في الفاصل الاولاني كان معانا وما زال معانا دكتور هشام احمد عبد الستار استشاري العلاج الطبيعي والتغذيه العلاجيه ورئيس اداره مجموعه شركات فيتارم جلوبال. ودكتور هشام بالذات لما بيجي لنا ما بيجيش بايده فاضيه، بيجيب كده عروض في الجون على طول. النهارده كان جايب لنا العرض الاقتصادي اللي منزله 50%، يعني هدفع نص ثمن الكورس وهيجي لي الكبسولات والنقط والاعشاب، ده الكورس الاساسي بتاعي، وهيجي لي اربع هدايا على الكورس. عندي كريم فيتارم اللي بنحطه على اماكن تجمع الدهون، وعندنا زيت فيتارم زيت الشعر اللي بيحل لي كل مشاكل الشعر سواء ليا او لبناتي كمان، وكمان نقط زياده واعشاب زياده، كل ده والشحن مجانا والمتابعه كمان مجانيا على مدار 24 ساعه. وزي ما قلت لكم ابتدوا دلوقتي اتصلوا على ارقام التليفونات اللي موجوده قدامكم على الشاشه، لان فعلا عرض النهارده هو عرض في منتهى الجمال. اربع هدايا بيجوا لكم على الكورس، يعني الهدايا اكتر من الكورس نفسه. ان شاء الله كلنا نستفيد بيه. وتعالوا ناخد يا دكتور الحاجه سومة صديقه البرنامج. يا حاجه سومة المره دي ازيك يا حاجه؟ انا مدام فاطمه بنت. انت مدام فاطمه بنت الحاجه سومة؟ اه. ازيك يا شيخ؟ اهلا وسهلا يا حبيبتي. اهلا بيكي. ربنا يخليك، انت اللي منورانا النهارده يا حبيبتي. ازيك يا دكتور؟ بتقول لك ازيك يا دكتور؟ انا مستنيك والله. ازيك يا دكتور هشام؟ علي صوتك شويه يا فاطمه. ازيك يا دكتور هشام؟ ايوه كده الحمد لله بخير. ايوه كده اخبارك ايه؟ عاملين ايه؟ الحمد لله بخير يا ست الكل. الحمد لله. والله الجرس بتاعكم جميل جدا جو. ربنا يخليكي. خدتيه ماما؟ خليتك خدتيه صح؟ لا ماما خلت البلد كلها. ماما خلت البلد كلها تاخد. يا راجل حاجه سومه، على راجل حاجه سومه، يعني شايف ان الدكتور هشام هو الخير والبركه. يا حبيبه قلبي الصوره دي ليكي ولا لماما؟ انا عامه في الشارع مش واخده بالي يعني. اه دي صوره الحاجه فاطمه. اه دي صورتك ايه منورانا اهي. ما شاء الله عليك. انا دلوقتي بثبت الحمد لله يعني. ما شاء الله عليك. انا 30 كيلو. انا 30 كيلو. اه ما شاء الله حلو قوي. واحد جابني امبارح بيقول انت عملتي كده ليه؟ انت عيانه ولا في كتلان؟ مش عيانه مش فيها حاجه خالص. لا ده انا خسيت وحلويت. انا عندي خير ربنا ليه يعني. يا حبيبه قلبي بس. على الدكتور هشام وللفريق الطبي كله ولدكتوره نهى يوسف الشكر لها برضك ولهم والكل. حياتنا ليها طبعا. انت اهم حاجه. عندنا اي مشاكل صحيه؟ عندنا اي اعراض جانبيه؟ الحمد لله والله الحمد لله. انا مش كنت مصدقه يعني حق والله. انت وماما في ماما برضه؟ ماما البلد كلها والله تدعي لكم والله كل البلد الحاجه يعني بالله العظيم لغايه الناس اللي يعني من احتت احنا مش نعرفها بتعرفهم بتكلمهم. ما شاء الله تبارك الله عليكم بالصحه والعافيه. يعني احنا كنا بنشوف النهارده كنا بجيب لها واحده تتكلم معها اقول لها يا حاج قول لها ده انا صحمي يا بنتي. قولي لي يا حاجه فاطمه صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. انا عايزاكي دلوقتي تقولي حاجه للناس اللي لسه قاعده بتفكر اخس ما اخسش. لا دي بصي التخن دي اعتبري سرطان في الجسم. اه التخن بصي مش لا مش هنقول كده، هنقول ان هو بوابه امراض يعني السمنه بتفتح امراض كتير. السكر بيضغط على عضله الجلب اولا. اه ودي حمل شايلاه على العمود الفقري من ورا. صح. هتمشي ازاي وبعدين امر منه كمان. يعني انت حركتك اتحسنت. حسنت كتير هذا طبعا يعني انا عندي 35 سنه مثلا لما كنت اوصل صوت 116 ولا كنت بسمع هاوصل ايه بقى. اه يعني حبيبتي حاجه سمع معايا الكلمه دي والله. ماشي اديها لنا حبيبتنا اديها لنا حاجه سمع والله يا ست الكل بدعي لها والله. يا حبيبه قلبي دي حبيبتنا هي بتحب الخير اصلا عامه اديها لنا يا حاجه سومه.
ازيك يا باشا؟ ازيك يا حاجه؟ عامله ايه يا قمر؟ عاملين ايه؟ منورين. يا رب يخليك. لا منورين انت والدكتور هشام، ربنا يبارك لنا فيك. يخليك يا حاجه. يا حبيبتي ده الدكتور هشام ربنا يبارك لنا فيك انت والدكتوره نهى يوسف. بصراحه اول ما رئيسه قلت لي على درعاني، انا درعاني كور مش بعرف انام يا دكتوره نهى. عينيا يا حاجه اسمها حاجه بيكي اللي انت عايزاه. جابت لي قرص يا دكتوره، يا دكتور هشام ما شاء الله نزل درعاني. ما شاء الله ما شاء الله. درعتك كانت مشكله في الطرح اللي كان النزول، عملنا لها كورس ربنا يجيبها من عند الكريم بقى على طول. يا حبيبتي ربنا يبارك لنا في الدكتوره نهى. ساعة ما نتصل عليك في اي وقت، بالله في اي وقت شفا هات ربنا يخليك. نتصل عليها في الليل في النهار. حاضر يا حبيبتي، بترد علينا الرد حلو يا حبيبة قلبي. كلها مبسوطة منها ومن ما شاء الله ما شاء الله. اشكرك يا حاجه بجد، نورتينا وشرفتينا يا حاجه. بصوا يا جماعه عشان بس صوت الحاجه سومه مش مفهوم شويه، هي بتقول لك كان عندها مشكله في الدراعات، يعني كان في ترهلات مطرح بقى ما خست. خدت الكريم اللي بنتكلم عليه كريم فيتارم، شد معاها على طول، شد الجلد وشد الترهلات معايا. فبتقول لكم دلوقتي هي دي كانت المشكله اللي عندها واتحلت. وطبعا بتحيي دكتور نهى يوسف اللي هي كانت متابعاه، كلنا بنحييك يا دكتور. واضح ان دكتور نهى عامله هي ما شاء الله عليها. دكتور نهى يوسف ده مديره فريق الطب عندي ما شاء الله، وهي عليها مسؤوليه كبيره جدا متابعه الحالات والناس، وحتى مع باقي الاخصائيين وباقي الناس اللي بيكونوا موجودين معانا. هي دورها التنسيق، ولو في اي مشكله بترفعها لي مباشره. انا بس عاوز اتكلم مع الناس على الحاجه سمى وبنتها وعلى الوجهه بتاعت السودان. الحاجه سمى لما خسيت معانا كميه كبيره ما شاء الله بقت تجيب لي اقرب الناس ليها، اللي هي بنتها، صح، اختها، حد جيرانها، حد من البلد. ده بيدي ثقه. مع الوقت انا حتى بقول لها يعني في التليفون بقول لها بلاش تشكري قوي عشان الناس مش تحس ان انت معانا. بتقولي والله دي حقيقه، هي فعلا مبسوطه، بتتكلم بقلبها يا دكتور. ده حقيقي. بتتكلم وهي حتى بنتها كمان ما شاء الله نازله معانا كميه كبيره، حوالي 32 كيلو. ده رقم في ناس تعمل عمليات ما تعرفش تجيبه. صح. يعني هنتكلم على ال 30 وال 40 كده كانهم حاجه عاديه. لا مش عاديه. ده رقم كبير جدا، ولازم نقول لها برافو عليه وان هي نزلت معايا. والحمد لله ظهرها استريح، كانت بتعاني مشاكل في الظهر، كان عندها بيان زلق غضروفي، كان خشونه ركبتين، كان ضغطها بدا يعلى احيانا. كل الكلام ده ظبط لوحده، مجرد ما وزنها ما نزل الضغط ظبط، ركبها استريحت، ظهرها استريح. يعني اتجنبت مشاكل حصل لها مع الوقت. صح. ان جسمنا بيزيد ما بيقفش، ده بيطلع لقدام اكتر. يعني دايما الواحد فينا لما بيخش في السمنه ما بيعرفش يوقف نفسه. يعني حتى الوزن يثبت عليه ما بيعرفش، بيبقى دايما في زياده زياده زياده. لان حجم المعده نفسه بيكبر. ده بالنسبه للحاجه سمى وبنتها. بالنسبه بقى النوجة، النوجة دي حكايه يعني. هي اصلا حد دمه خفيف جدا. حد اول ما كلمنا بيتهمنا ان كل الموجودين في الماركت نصابين، وان هي جربت من 3 شركات قبل كده وان هي ما نزلتش حاجه. دي بقى اصعب حاله تتعاملي معاها، لانها مكونه طباع سلبي اصلا. صح. وان احنا كلنا واحد، قلت لها احنا كلنا مش واحد. فقالت لي المعنى ازاي؟ فقلت انها اقول لها خدي الكورس، ولو ما ظبطش معاك انا راجع لك فلوس مع الكورس. ده ثقه. حلو ده، شفت بقى؟ عشان ابدا اخد ثقتها الاول ان هي تبدا تتعامل معانا. خست كميه وخدت كورس التاني، واخر مره بعتت لي من السودان ناس قرايبها خدوا ليها وخدوا ليهم برضو. الكلام في ايه؟ ان هي قدرت تنزل 31 كيلو وفضل لها كمان 20. القصه ان انت تتعاملي مع حد عنده مشاكل صحيه وفقد الثقه في كل حد ويبدا يتعامل معاكي، ده لوحده نجاح. طبعا تقنعه انه يبدا ينزل، ده لوحده نجاح. صح. ان هو ينزل وما يقفش عندنا ويعرف يكمل، ده برضه نجاح. تمام. النهارده الكورس للناس، كورس اقتصادي، كبسول ونقط واعشاب، بعرض كويس جدا، خصم 50% والشحن مجانا، وعليه 4 هدايا، زيت للشعر وكريم للبطن ونقط زياده واعشاب زياده. 4 هدايا مع الكورس النهارده. تمام. كورسي جدنا من 10 ل 15 كيلو. حلو جدا. والترفيه ان شاء الله. وطبعا الشحن مجانا والمتابعه مجانيه على مدار اليوم. المتابعه من الساعه 10 للساعه 8 كل يوم ما عدا الجمعه، في اي وقت تصلوا على رقم متابعات لهم معاكم ان شاء الله. حلو قوي. يعني يا جماعه النهارده ان شاء الله نحاول نستفيد بالعرض على قد ما نقدر. انتوا شفتوا الحاجه سومه لو ما كانتش واثقه جدا جدا من الكورس ما كانتش هتديه لبنتها اللي هي اغلى حاجه عندها. يعني انا دايما بدي لاولادي اغلى حاجه في الدنيا، فهي لما تخلي بنتها تاخد الكورس، لا طبعا دي حركه جامده جدا. معنى كده ان هي شايفه الكورس قد ايه صحي، قد ايه نزل لها في الوزن، وفي نفس الوقت ما تاثرتش ولا في اي مشاكل صحيه، وكمان خلت البلد كلها تاخد الكورس. تحيه ليك يا حاجه، وتحيه لبنتك الحاجه فاطمه، وتحيه لنوجا واهل السودان جميعا. نورتيني النهارده يا نوجا بجد. اشكرك يا دكتور. ميرسي جدا يا شيخ، ربنا يخليك. ميرسي جدا، ربنا يخليك. اشكركم على متابعتكم الكريمه، ويا رب الحلقه النهارده تكون عجبتكم، واشوفكم على خير بكره ان شاء الله في وصفات احلى واحلى. ومن النهارده لبكره هسيبكم في رعايه الله.
هذا البرنامج برعايه